مؤشرات الاداء الاقتصادي اللي باينه قوي قدامنا لغايه اللحظه ديت ان في حاله من حالات الحراك الشديده بدات تظهر فيها، بدات يكون في بعض المؤشرات الايجابيه على المدى القصير، بدا يكون في فرصه لمعدلات نمو اقتصادي افضل. لكن لغايه النهارده انت النجاح الحقيقي اللي عملته على المستوى النقدي ولم تنتقل حتى الان الى مستوى الاقتصاد الحقيقي بشكل كافي. احتاج الان الى الاستمرار في عمليه تهنئه مناخ الاستثمار، في وضع استراتيجيات جديده لمعدلات النمو الاقتصادي داخل مصر، تحتاج ايضا الى وضع رؤيه جديده بالنسبه للمعدلات المتعلقه باكتساب المستثمرين من الخارج، التركيز بصوره اكبر على زياده معدلات التصنيع والاحلال محل واردات وتنميه المشروعات الصغيره المتوسطه. اتصور ان الدوله مدركه لذلك ولكنها تحتاج فقط خلال الفتره القادمه الى مزيد من التحسين في مستويات الاداء. طيب حضرتك اتكلم انت عن انه الادوات اللي بتطرحها الوزاره الماليه او بتطرحها البنك المركزي الاذون والسندات، ايه الاطروحات الجديده اللي انت اتكلمت عنها وشايف الاطروحات دي هتنمي الاقتصاد المصري ازاي؟ اكتر من حاجه، سندات الايراد، سندات صفريه الكوبون، سندات المشاركه، السندات المتعلقه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، الادوات المرتبطه بصكوك التمويل، استخدام البورصه في عمليات المشاركه، مشروعات تريبل بي او المشاركه مع القطاع الخاص، كل دي ادوات تمويليه مستحدثه تستطيع من خلالها الدوله انها تقيم مشروعات تمويليه وترفع من كفاءه الاصول الماليه الموجوده لديها، وانها تقدر كمان انها تزيد من مساحه الفرص المتعلقه بتحسين الاداء المالي، رغم ان الفتره الماضيه لم يتم استخدام بشكل واضح المعدلات التي كانت متعلقه بهذا الامر.